work on the Lotus initiatives on transport have been very much welcome from the very beginning, with support from the climate champions قدمه رواد المناخ والعمل الذي تم بالشراكة مع الحكومات. أنا سعيد لكوني في هذا الاجتماع اليوم في وجود وزير النقل، وهو وزير دؤوب جدا ويعمل للتحقيق المزيد من التحولات في مجال النقل في مصر، ويقدم دعما كبيرا. وهناك تحولا يحدث من أحد المناطق المرتبطة بالدلتا، وأرى الآن تأثير هذا التطور الذي حدث في الشبكات، وكيف نجحت في جعل تكلفة التعاملات أقل وتكلفة الانتقال أقل. ولكن هناك طموحات لتقليل الكفاءة وتحسين درجة تقليل الانبعاثات، وأن ما نتعامل معه اليوم هو أننا نرى خطط عظيمة للمستقبل. وشيء عظيم أن نرى الوزير النقل يجلس بجانب وزير البيئة، وهذا أمر مهم جدا. وما نتعامل معه هو أننا يجب أن نتعامل مع أولويات العمل ونقلل الانبعاثات، وأن يتم حشد التمويل اللازم. أحد الأمور الهامة هنا والتي طرحها البروفيسور كولير أستاذ علم الاقتصاد في جامعة أكسفورد، هو أنه تحدث عن المدن والمجتمعات المحلية بطريقة بسيطة. المدن تعتبر هي أدوات التوصيل الأساسية. إذا ما فشلت فإنه سيكون هناك فشل عام، ويجب أن يكون هناك تركيز وزيادة للأنشطة المرتبطة بالبشر، وأن يكون هناك شبكات اجتماعية خاصة بالمدن وبالمواطنين. إذن ما نحاول أن نفعله هنا وبشكل أساسي، إذا ما تناولنا منهجية أو مقاربة شاملة لهذا الموضوع، فإن مبادرة لوتس تركز على العديد من التحديات، ولكننا نتحدث مع الأمر بشكل مهم جدا. إن توسيع نطاق المشروعات، ويجب أن يكون هناك نظام بيئي يتم دعمه، وأيضا نعمل على التعامل مع نظام النقل والمواصلات الغير رسمي، ونستهدف تقليل الانبعاثات. وأيضا لدينا تقليل الانبعاثات، وهي من الأهداف، هو الهدف رقم 13 في التنمية المستدامة. كذلك أيضا بناء القدرات وتحقيق أطر سياسية تتعامل مع الدول منخفضة متوسط الدخل، وهذا يتعامل مع قضية ليس فقط قضية البنية التحتية المعقدة، ولكن قضية البشر الذين يستخدمون هذه الأدوات الخاصة بالبنية التحتية. هذا ما وددنا إلقاء الضوء عليه حين نتحدث مع توطين مع كل الحلول. ولهذا فإننا نتطلب المزيد من التمويلات السخية لتعامل مع هذا الأمر، ولوتس تحتاج المزيد من التمويل لتحقيق الأصول الخاصة بالانتقالات والطفرات المرجوة. و في تم إضافة حوالي 40 كيلومتر من طرق النقل، وهذا عمل رائع، ولكن نحتاج أن نوسع نوع هذا العمل. ما نوع التمويل الذي نحتاجه؟ من هناك التمويل العام، وسواء من خلال الضرائب أو من خلال الاقتراض من الخارج حتى نقوم بتمويل هذه الأنشطة. وهذا يذكرني بالجزء الأخير، نظام التمويل المتاح. هذا النظام ليس عادل ولا يتمتع بالكفاءة في نفس الوقت، ونحتاج أن نغير هذا الأمر. من العظيم أن نرى ممثلين للدول الصغيرة والاقتصاديات الناشئة
وكذلك الدول التي تنتمي لمجموعة G7 وG20 التي تملك الكمية الكبيرة من التمويلات والبنوك الكبرى. إذن نحن نحتاج أن يكون هناك تغييرا كبيرا وأن نصل إلى على الأكثر لواحد في المائة. إذا ما استدنا من الخارج بتكلفة 0% فإن هذا سيعني أن هناك معدل فائدة كبير ومعدل سعر صرف كبير، وهذا سوف يؤثر بشكل كبير، وبالتالي يتم الاقتراض بنسبة 3 أو 4%، وإذا ما تم الاقتراض بشكل تجاري فتكون النسبة من 12 إلى 14%، وهذا ليس عدلا. نحن نطالب بمنحة على مدة 10 سنوات ويكون هناك فترة سماح، ويكون هناك متوسط ربح 1%، ويكون هناك مزيدا من الأدوات التي تستخدم في دعم التمويل، وتكون هناك فترة سماح من حوالي 10 سنوات، والأمر بسيط جدا أن تكون فترة سماح 10 سنوات ويتم الدفع في خلال 30 عاما. إذا ما كان هذا هو الحال ويتم هناك دعما فنيا لهذا الأمر، فإن هذا سيساعد الوزراء والمحافظين في القيام بعمل أفضل في التعامل مع الاستدامة، وأن تكون الأمور أفضل إذا ما كنا نتحدث عن التخفيف. وجمال هذا العمل هو الخلط بين التخفيف والتكوف في نفس الوقت. هذا هنا نحن لدينا خليط من تقليل الانبعاثات وزيادة الصمود. إذا ما نجحنا في ذلك، إذا لم ننجح في ذلك، فإننا سنظل حبيسي الخسارة والضرر. ولدينا العديد من الأمثلة من باكستان في آسيا وفي جنوب أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. الحلول موجودة والتمويل موجود، والمفقود هو القيادة السياسية التي تحدث التغيير. نتمنى في هذا المؤتمر وقبل نهايته نتمنى أن نرى بعض الحلول التي تدعم العمل الفني والقيادات، وكذلك أن يكون هناك قيادات سياسية فاعلة. وشكرا جزيلا. Wow. And we have one final speech. ولدينا كلمة أخيرة. May I invite وأدعو المعالي السفير أيمن ثروت، الوزير المفوض من وزارة الخارجية المصرية. حضرات السادة الوزراء والسادة والسيدات، أود أن أعرب أن هذه أحد أكثر الأمور صعوبة، وهي أن ننتج مثل هذه المبادرات وهي لوتس. لقد استغرقت منا الكثير من الوقت والجهد لإصدار هذه اللائحة التي بين أيديكم، حيث أنها كانت هناك عملية شملت جميع الأطراف. ولماذا كانت هناك صعوبة؟ أثناء ورش العمل التي كنا نقوم بتنظيمها في القاهرة برعاية وزارة وزير النقل السيد كامل الوزير، فإن أحد الشباب جاء لي وقال: نحن نتحدث عن سيارات ومركبات بصفر انبعاثات، أنت تعلم كيف هو الموقف في بلدي، لدينا كهرباء لمدة 3 ساعات في اليوم، وهذا كله يعمل لخدمة مصالح دول الجنوب. وكان هذا هو التحدي، كيف يمكن أن نجمع جميع المواطنين لمعالجة مثل هذا النوع من التحديات في الدول الأقل نموا والدول الخاصة بجنوب آسيا والتي ليس لديهم رفاهية الكهرباء التي تجعلهم ينتقلون من منطقة إلى أخرى. And
The other point was والنقطة الأخرى كانت هي استمرار العمل الخاص بكوب 26. وفي كوب 26 كان الجميع يتحدث عن زفس والمركبات التي تتميز بصفر انبعاثات، ولكن الحراك الحضري كان يتحدث عن التخفيف والتكيف، وهو كان الأمر مرة أخرى ينذرنا جميعا. وكنا نتحدث عن جمع كل هذه المبادرات في إطار واحد، وأود أن أقول لكم حين نذهب إلى العشاء فإن مبادرة لوتس هي الطبق الحلويات الذي ينتهي به كوب 27. إنها مرتبطة بالهيدروجين وبالمبادرة التي تم إطلاقها من عدة ساعات برعاية وزارة الإسكان، وأستطيع أن أقول لكم أننا نود أن نحدث فرقا. لدينا فرصة هنا. هذه المبادرة التي أمامكم والتي دعمتها الجهات الحكومية، وكما ذكر الوزير كامل الوزير، كان اللقاء الأول في الربع الأول من عام 2023، ونتمنى أن يكون لدينا عدد من الاجتماعات التي تتعامل مع التحديات التي نعيش فيها، ولكي نوصل هذا الأمر ونسلمه إلى كوب 28. لدينا العديد من المبادرات في من جلاكسو، وهنا كوب 27، وحتى كوب 28 هناك المزيد الذي نعمل عليه. ولسوء الحظ كانت هناك شابة تواجه مشكلة في بلادها وكانت تحتاج إلى الفعل، ولكننا نبدأ من هنا. لدينا الفرصة للقيام بهذا، وكما قال الدكتور محمود محي الدين، فإن لدينا مشكلات في التمويل ومشكلات الذي لا يتم بالطريقة التي نسعى إليها. هناك بعض الحلول، ومن هنا نستطيع أن نبدأ ونستطيع أن نستمر مع هذه المبادرات ونرى كيف يتم الأمر بعد 2025، وبعد أن يكون هناك توصيل وإنفاذ للمبادرات المختلفة. نحن نحتاج أن يكون هناك وجود لمبادرتنا، وبالصفة خاصة مبادرة لوتس. نعم، لدينا عديد من مسارات العمل، وهي تعود إلى الهياكل الخاصة بالحكومات وأيضا التحديات، وما إذا كانت الأمور قابلة للتطبيق أم لا. وفي مصر على سبيل المثال، دعوني أقول لكم، أتذكر حين كنت مسافرا من أحد المدن من منطقة المهندسين إلى منطقة أخرى تسمى التجمع، كان الأمر يستغرق مني حوالي ساعتين، وأعتقد بخلال الطرق الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بنائها وتلك الطرق المرتبطة بها والتسهيلات التي تم عملها للانتقال من نقطة إلى أخرى، أعتقد أن 37 كيلومتر الذين كنت أتحدث عنهم في هذه المبادرة، بدلا من استغراق ساعتين أصبحت تستغرق ساعة وعشر دقائق. لدينا هذا يوفر أوقاتنا التي نقضيها في السيارات والحافلات وفي المترو، وهذا يقلل الضغوط التي تكون على شرايين الحياة في المدن المصرية، ويسهل الانتقال من مدينة إلى أخرى. هذا يشمل أيضا ويخدم الأمن الغذائي والأمن والاقتصاد. إن هذا إطار متعدد الأوجه، ويتعامل مع هذا النوع المستدام من التحول والنقل. إذن
سأتوقف هنا لأقول كيف كان من الصعب على رئاسة الكوب أن يخلق هذه العلاقة وأن يجد الطرق لربط كل هذه المبادرات مع بعضها البعض للوصول إلى رفاهة البشر والوصول إلى تحقيق هدف 2030. وهذه المبادرة يجب أن يتم إنهاؤها وأن يتم قد تم إنفاذها بنهاية 2030، وهو هدف تحقيق التنمية المستدامة، حيث أنها مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي الخاص بالمؤتمر. وأتوقف هنا وأشكركم على جهدكم الرائع.